عشتنا الشمس ما مدرق لنا لا على الشمس لا على السن على والو. ومقدم حتى هو مقدم حجي تابعين الدراري من بوطوير وعطاهم البلايص ونماريها ما مخليهم عريانين ما عندهم والو. تقهرنا جبنا سلعه ثلاث ايام وحنا جايبين سلعه ما بعناها ما شريناها مخلينا هنايا مكرفصيننا. واحد السيد هذا بلاصه ديال الحمير ودي الشهد الله عليا تا قال لي هذه بلاصه الحمير ماشي بلاصه البشر هي هذا ماشي هذا اش ما يقيدنيش علاش انا يهوديه ونزلت هنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا ويعطيه صحيحته ويشافيه ويعافيه انا كنطلب حقيقه قد لي بغينا هذا المارشي هذا احنا حنا سيد الدوله حنا سيد الدوله ديالنا ما درت حتى شي حاجه احنا يقدم لنا المرشي بحالنا بحال عباد الله وعيبوا العار الاخر في السلطه يعرفوا عباد الله هذا السوق وعباد الله دابا كتدخل كتقول لك لا هذا راه كنفلدق فيه الكريساس وتصفى وتشفر مع على البلايص هما بلايصهم خاوي شوف حالهم خويا عند الكريدي عند الكريدي خرجونا من الفندق خرجونا من الكريدي طريطات قيامه ما تبغى تلف هاد العواشر هادي قال لك ساعه دقيقه 10 ايام وتخرجوا فين 10 ايام ها الحواته كيف طرسي الحواته بغينا ماشي بحال الحواته القايد خلاهم رجعوا لبلايصهم هذوك رجعوا لبلايصهم وحنا خير قهرونا حنا خير معروفين حنا كنبيعوا السلعه زين كتسوقوا 100000 20000 قايد وصلنا راس مالنا كامل رايح نشوف انتم الله يرحمكم انا سعد القايد عطانا سعد القايد هذا المارشي ما خدامش ماشي المارشي نموذجي مواصفات مارشي مؤهلات ما كاين لا مؤهلات لا مارشي لا والو الناس دخلوا هنايا كاين اللي ما باع حتى 1000 ريال حتى 2400 الناس كتعاني واش مارشي فيه باب واحد هذا ماشي مارشي نموذج هذا فندق بوعوده باب سبته داخل باب سبته شوف شو المارشي كيعطينا فتحنا باب واحد كلشي داخل هنايا حتى واحد ما كيبيع ويشري انا مني انا وجبد هاي النمره ديالي انا واش انا غنبيع هنايا غنبيع هكا الديسي خصو يكون على برا والخضره تكون على برا باش يجيو الناس يشوفوا الديزاين حنا هاد البلاصه ما فيها ما مغطيه ما تلعبه ما كاين لا ضو ما الاناره لا والو الكليان تلفون مابقاش كاع كيجيو لهنايا كاين ما تيبيع حتى 2400 حتى ريال ما كيبيعوش يومي حنا كنعاني ورمضان جاي والعواشر هادي تقهرنا جبنا سلعه ثلاث ايام وحنا جايبين سلعه ما بعناها ما شريناها مخلينا هنايا مكرفصيننا البلاصه اللي كانوا غيعطيوها لحواتك وعطيونا حنا ناكلوا خبيز هذا العواشر رزقنا وليدات والمشكل ما عطينا هذه البلاصه ما جاتش معانا ما عجباتناش ما تيجوش عندنا تيخافوا من هذه البلاصه الساس يظلم الحيط نوضوا نمشيو بحالاتنا شغن ناكلوا هذ الاولاد عندي انا سبعه د الاولاد الراجل غير ناعس مريض ما تينوض ما والو والعواشر هذه رمضان شغن ناكلوا اينا تحرقنا بالشمس طبنا لا 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 اش ما كنخاش نقولوا حنايا تقهرنا خويا تقهرنا ديروا لنا غير فين نكونوا مزيان ما طالب عطاونا البلاصه نخرجوا نترزقوا الله بليس عطاني كنا فيهم رجعوا لهم ترزقوا بالله حتى حنايا هاد العواشر عطيناها نخدموا حنا ما طلبنا منهم والو بغينا غير نخدموا حنا وليداتنا راه اش غنديروا بداو الساعه ورا ليله يلاه ما عندنا ما نديروا عندنا البلاصه تناكلوا منها منها تشربوا منها تناكلوا منها خو سكراتنا كلشي فيها فين غنمشيو لا بغا عطونا فين نمشيو ورينا فين نمشيو نمشيو مع فين ما بغاو ها البلاصه ديالي شوف البلاصه ديالي فين جات مني لحد لما رفيقين يرفقوا بيا ويحنوا عليا ويحنوا على ديك البنيه وعطيت انا بلايصه بحالهم نبيع ونشري اعطيني بلايصه نبيع ونشري انا ماشي يهوديه انا رانا مستلمه رانا مستلمه عباد الله رافع عقلي 64 عام واش يجري عليا يقول انت ما عطيناش الله يجازيكم بخير والله يجعل ربي ينصر الملك والله يسترك ويعطيه صحيحته ويوقف معانا انا وحده ليا كنبيع في تبته كنبيع في الرقيه قيد الناس وانا ما قيدنيش كيقول انت ما كتبيعيش ولا هكا الناس انا ما كنتش نبيع عندي بنت ولدي مريضه عندها بنت ولدي مريضه فيها الكونسير وهي عندها 8 سنين كناخذ لها 17000 ديال الدواء كاينه وحده ب 17 ودابا حرمني من حرمني من هنا ما عطانيش انا ما عطانيش اش ما يقيدنيش علاش انا يهوديه ونزلت هنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا ويعطيه صحيحته ويشافيه ويعافيه انا كنطلب حقيقه قد لي انا ويعطيني بلاصتي ما يخلينيش انا غدا يطردوني اما دابا طارديني كل يقول لي هذه بلاصتي مقيد فيها هذه بلاصتي هذه النمره ديالها هذه النمره ديالها في غنمشي انا باش غنعيش باش غنشد ديك البنت الدواء ما عارفه لا جمعيات ولا ما عارفه حتى شي واحد انا كنعرف الله ودراعي
وهذيك الخضيره اللي كنبيع، وهما كلشي عارفين اللي كنبيع ونشري على بنت ولدي. ولا قعدت كما قالوا لي راه كتقعد وقاعده، رانا كتكون بنت ولدي في السبيطار بنتي 4 سنين وهي كدير الشيمين، ما بقى عندها لا شعر ولا حجبان ولا والو. ديك البنت رضيناها من قيدك علاش ما قيدك؟ قديش القيد؟ ما قيدنيش. انا كيجري كيجري عليا. شوف قيد البعاد، قيد سيدي موسى وقيد من سيدي موسى وقيد من الداخل، وانا خويا ما قيدنيش وليدي. شنو درت لي انا؟ علاش وانا خدام على ها هما كلهم لا ما كنبيعش، ها هما ها هما كلهم لا ما كنبيعش. احذفهم انا كنشري. ها المراه هي عارفاني هادو واخا اقبل مني. السلام عليكم سيدي، حنا زايدين هنا وخارقين هنا في هاد البلاصه هادي، واليوم راه دمرونا، جابونا حتى العواشر وما تصوروا حتى ريال. قال سي عبد الله اللي عنده 6 ولاد، اللي عنده 7، اللي عنده 8، وما خدام معاهم حد، خدامين غير راسهم، واليوم راح حيدونا من بلايصاتنا وجراو علينا. دونك سير حيدو والعواشر هادي خصنا نصروا الطف ديال الخبز ما عطاهم ليناش، وبزاف ديال الناس اللي وليداتهم ما كاينش حد ما وليداتهم. ومقدم حتى هو مقدم حجي تابعين الدراري من بوطويل، وعطاهم البلايص ونماريهم ومخلينهم عريانين ما عطاهم والو. والبيع الشرايا ما خداو شيء، يا كنتو شاهدين على المقدم. مقدم عليكم انا تنهضر باسم الدراوش كامل، هادو كلهم هادو اللي هنايا تيبيعوا ويشريوا كانوا تيخرجوا بيعوا ويشريوا خارج باس بتا من القديم. ملي كنت انا باقي صغير تنقرا الحمام في الطواكي، وكملنا قرايتنا وما كتبش في القرايه وتلاحينا لهاد الحرفه الشريفه، الحرفه اللي وصلها على النبي عليه الصلاه والسلام. وحنا دابا تنعانيو، واخا كنا خدامين تنصوروا، عندنا طريطه، عندنا مشاكل، عندنا مصاريف. جا سعادة القايد قال لك ادخلوا لهنايا، مي جينا طردينا معاه ندخلوا لهنا، مي جينا لقينا احفيرات وعلينا الشمس وعلينا ما عندنا لا كليان لا والو، كلشي ما بغاش يدخل. يعني علاش ما نعرف؟ حيت معروف هذا ماشي مارشي. الصباح قال لك واحد السيد هذا بلاصه ديال الحمير، وهذا الشهد الله عليا، حتى قال لي هذه بلاصه الحمير ماشي بلاصه البشر. قال لي هذا ماشي هذا. قلت له عندك اسيدي احتراماتي، قلت له هادشي اللي عطاه الله، حنا خصنا نترسخوا على الله، اللي بغيتي تجي هنا مرحبا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.